ان الزمالك يجدد لشيكابالا سنه كمان بعد الموسم دوت، شايفها منطقيه ولا لا؟ يعني يقدر يعمل الماتش ماتشات تانية زي ده لو يقدر لكن لو مش هيقدر لا، انا بشوف انه صعب جدا يعني يبقى التجديد لو يقدر. كلامي واضح يعني؟ ايوه، هو اللي عارف. انا بقول لك اهو، شيكابالا قادر على انه يقدم هذه المتعه في المباريات القادمه، 4 5 مباريات 6 10 مباريات لجمهور الزمالك وللاعلام وللناس اللي بتحب الكوره، ما فيش مانع طبعا. يا ريت يكمل. يا ريت. نحب نشوف الكوره الحلوه اذا كان يقدر. انا بقول انه صعب لان السن كمان مساله صعبه طبعا، وانا حتى بقول ان هو موجود ضروري احيانا بس يبقى لفتره من فترات المباراه. لكن ده دلوقتي بيلعب 90 دقيقه صحيح، وعمل سبرنت حوالي 70 متر ولا 60 متر في الهدف الثالث ده، مسافه كبيره. هيقدر؟ طبعا هو عنده ديفو انه ما بيدافعش، ما بيدافعش خالص يعني، صعب جدا يدافع يعني. صحيح. يعني مصطفى شلبي بيرجع يدافع، زيزو بيرجع يدافع، ولان زيزو كمان ما بيدافعش باشتباك حقيقي في كتير من الالتحامات يعني. صحيح. لكن في النهايه ما اقدرش اطلب من اللعيبه العاليه قوي في المهاره بتاعتها انها يعني، كفايه ان هو اللي عمله يعني في الماتش. لا يعني هو عالي جدا في المهاره وكبير جدا في السن، يعني كبير سن في الكوره. انا بتكلم بصراحه. اتفضل. ايه؟ بكلمك بصراحه. وجهه نظري. ربما يكون انا خطا. وشيكابالا قادر انه يعمل ده في كل المباريات اللي جايه، ساعتها انا هبقى في منتهى السعاده. طبعا. لانه امتعني انا شخصيا.